الهواتف المحمولة تعرف تطوراً متسارعاً، لكن البعض لا يبحثون دائماً عن هواتف ذكية وأحياناً معقدة يصعب استخدامها. التقدم التقني لا يعني بالضرورة السهولة لجوزي التي تقترب من سن 90، ولكنه قادر على مساعدتها للخروج من عزلتها. حسناً، أنا لم أعرف الحياة دون هاتف، ويمكنني تصور مدى عزلتي بدونه. أنا على اتصال دائم مع شخص ما حيثما كنت، لذلك فهو شيء مريح للغاية. هذه الهواتف تم تصميمها في مكتب أونفون اللندني، الذي يعمل على توفير هواتف متطورة وبسيطة الاستخدام موجهة خصيصاً لكبار السن. كل جهاز يمكن ملائمته مع متطلبات مستخدمه، ويحتوي على صور الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم، ولا يتجاوز عددهم غالباً 12 شخصاً. كبار السن يفقدون مهاراتهم بمرور الزمن. على سبيل المثال، الشاشات التي تعمل باللمس عادة ما تكون صعبة الاستخدام بالنسبة لهم. إذا كنت تعاني من مرض الزهايمر أو لديك مشاكل في الذاكرة، من الصعب التعامل مع دليل الهاتف، ففهم هذه التكنولوجيا يكون معقدا جدا، لذلك البساطة هي الحل غالبا. في المملكة المتحدة يستخدم كبار السن ممن يتجاوز عمرهم 75 عاما الهاتف المحمول بنسبة 52%. تبسيط عملية استخدامه سيكون أمرا جيدا لهم دون شك.